فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم امين يا رب العالمين. ومع معكم فضيل الشيخ محمد مصطفى ابو الصامت الكناني، اهلا ومرحبا شيخنا. يا مرحبا سيدنا الحبيب، اهلا وسهلا بشيخنا، الله يرفع قدرك ويبارك في عمرك واحسن الله اليكم. يا سيدنا اسال الله عز وجل ان يمتعكم بالصحه والعافيه وان ينفعنا بعلمكم. الله يحفظ شيخنا. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، الثامن عشر من هذا الشهر الطيب المبارك، اسال الله عز وجل ان يرزقنا فيما هو ات ليله القدر. داخلين يا شيخنا الكريم، سندخل على خير ليالي الدنيا. صحيح. بما فيها من ليلة القدر، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم والمسلمين جميعا من أهلها ومن عتقائه من النار. شيخنا الكريم، حكم رمضاني، هل يجب الصيام على كل بالغ حتى لو كان غير مدرك ككبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية أو ما شابه ذلك؟ نعم. إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فالصيام واجب على كل مسلم عاقل بالغ. أما الإنسان إذا اعتراه بعض يعني المرض، مثل إنسان عنده شيء مرض مثلا مزمن، فإن المرض ينقسم إلى شقين: مرض يرجى برؤه، ومرض لا يرجى برؤه. الذي يرجى برؤه هذا عليه القضاء بعد رمضان، أما الذي لا يرجى برؤه فهذا يعني إيه؟ يكفر، كفر أو يكفر عنه أهله يعني. نعم. تمام، بأن يعني يكفرون عنه، طبعا هو لا يستطيع القضاء بعد ذلك يعني. تمام، فمثل هذه الحالات كما ذكرت حضرتك آنفا، إنسان مثلا كبر في السن وعنده مثلا زهايمر، عنده ما لا يستطيع اصلا ضعف ان يصوم، ضعف وضعف بنيانه بالفعل كده. نعم. فمثل هذا يكفر عنه او يعني ابناؤه او ذو رحمه، عن كل يوم يطعمون مسكينا، يطعمون مسكينا. نعم. نعم. طب شيخنا الكريم، لو يعني هل الاهل ان يكبروا او يعني ان يجعلوا المدرك يعني مثلا انه يصوم بالعافيه، او يمنعوا عنه الطعام والشراب وهو مريض مثلا، وما عايزين يصوم الولد يعني، سواء كان بقى كبيرا او كان مريضا او ما شابه ذلك؟ نعم. لا، ان كان بهذه المثابه فطبعا ليس لهم ان يجبروه على شيء، طالما انه يعني فوق طاقته، فالله عز وجل لم يتعبدنا بشيء فوق طاقتنا، كما قال سبحانه وتعالى: ربنا ولا تحمل علينا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. تمام، فالانسان طالما ان هناك عباده لا يستطيع ان يتعبدها لله عز وجل، وهذه العباده توجب عليه مشقة وتوجب عليه ضررا، فقد أسقطها الله عز وجل عنه. ربنا يعافي الجميع. أمين, أمين يا رب العالمين. في بعض الحالات تفقد الإدراك، زي كبير عنده زهايمر والعياذ بالله، النسيان على كبر، ينسى كل شيء، أو غير مكلف، هو هكذا حالته. هل الأهل أن يجبروه على الصيام ويمنعوه من الطعام والشراب أيضا؟ لا، ليس لهم ذلك، بالعكس لهم أن يطعموه وأن يحسنوا إليه، ثم بعد ذلك يكفرون عنه، طالما أن هذا الإنسان يعني في غير وعي أو في غير إدراك، فكما قلت هذا الإنسان سقط عنه الفرض. تمام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سقط عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
تمام؟ فهذه الأشياء تسقط على الإنسان كما قلت إن كان إنسانا يعني مريضا، وهذا المرض مرض يعني لا يستطيع الإنسان أن يميز بين الواجبات وبين الفرائض، فمثل هذا غير مكلف. نعم يسقط مكلف. يسقط عنه نعم هذا الفرد يعني. نسأل الله أن يشفي جميع مرضانا، آمين يا رب العالمين. متى نعود أطفالنا على الصيام؟ في سن كام شيخ الكريم؟ نعم والله هذا ننزل عليه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر. فالإنسان يروض ابنه من أول سبع سنوات كده، يبدأ يروضه مثلا يصوم شوية ويفطر شوية، يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم مثلا بعد العصر لحد الظهر. مثل هذا فيه ترويض للولد وتحبيب له على هذه الفريضة، تمام؟ ونشعره أو نحثه أو نكلمه عما أعده الله عز وجل للصائمين من هذا الباب، باب الريان والأجر العظيم العميم الذي أعده الله عز وجل للصائمين. فهذا يعني إيه من المرغبات التي توجب الولد إن شاء الله عز وجل الصيام. نعم. نواصل بعد هذا الاتصال. أم نور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أم نور، تفضلي. أهلا بحضرتك. لو سمحت أنا عايزة أسأل، لو بنتي متمضمضة بمية مارة على قرآن، هي يعني متصرف فيها زي ما في الحوض عادي ولا أعمل فيها إيه؟ حاضر. في سؤال تاني، لو أنا عندي مية مارة فيها قرآن برضو، دي يعني أحطها في أركان المنزل إزاي؟ ما عليه قرآن تعملي فيه إيه؟ المية اللي مارة على قرآن دي بتتحط في أرقام المنزل إزاي؟ أرشها إزاي؟ أيوة. كيف ترش؟ حاضر. طب لو حضرتك زوجي بيصلي بينا الجماعة في المنزل، طيب إحنا كده أنا عندي بنتين وبصلي معاه في المنزل، كده ناخد أجر الجماعة ولا إيه؟ حاضر. خلاص؟ حاضر. بنا يتقبل. حضرتك شكرا. في أمان الله. أمة الله، السلام عليكم. نوطي التلفزيون من فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي. نوطي التلفزيون. أنا عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. أيوة نعم، تفضلي. أول سؤال، أنا عندي أخويا زوجته ماتت وعنده منها ولد صغير، فالولد ده مع والدتها، فاحنا عايزين نعرف دلوقتي هو اي حاجه خرجت من الشغل بتاعها راحت ليه، والذهب بتاعها وكل حاجه، واخويا بيصرف عليه لغايه دلوقتي، بس دلوقتي عايزين نعرف المؤخر بتاعها، هل دوت يجوز لابنها او يدخل في حاجه تخص ميراث، او هو كده يسكت عن ابنها، يعني يوصل لمين؟ عايزين نعرف. السؤال الثاني، انا عندي جوز اختي الفيزا بتاعته ممكن يسحب منها كسنه في الشهر الواحد، ممكن يسحب 3000، فلو حصل مثلا خد الشهر دوت 100 جنيه وسدها للفيزا الشهر اللي بعديه 100 جنيه خلاص، سدها 50 يدفع عليه غرامه على المبلغ اللي باقي. فاحنا عايزين نعرف الحوار ده كده، مثلا لو هو ما سددش المبلغ كله في الشهر اللي بعديه، هل كده يبقى ربا؟ حاضر. السؤال الثالث، انا زوجي طلع زكاه المال الشهر ده اللي تخصه هو، فانا عايزه اتاكد، انا ليا ذهب خاص بيا انا، لو بعته انا معرفش الجرامات توصل لكام، بس لو بعته ممكن يعدي 50,000، فانا مش هبيعه بس انا مش بلبسه، فانا عايزه اعرف دوت يجوز عليه زكاة، ولا هو مثلا كده طالما حاجه تخصني تخص يعني تنضم لفلوس جوزي، او دي تخصني انا لوحدي؟ حاضر. انا عندي مريم، معلش انا اسفه، انا عندي مريم عندها 5 سنين بس ما شاء الله، وهي عندها 2 سنين حافظه الدعاء اللي هو قبل النوم، فبتقوله يوميا، فهي من شهر كده لغايه النهارده محافظه ان هي بتقوله، بس الفتره دي بتحلم احلام كتير وحشه، فتيجي تقول لي ترفض الناس تقولي الحلم، بس مثلا تقولي يا ماما انا حلمت حلم وحش، او انا حلمت حلم معفن، بس هي قبل ما بتنام بتقول الدعاء، فانا مش عارفه انا اوصل معاها لايه، يعني ايه الحل في الموضوع ده، واربط دعاء لعمار ومريم اولادي انهم يكونوا متصالحين من حفظ القران الكريم يا رب. فأمان الله، اللهم امين يا رب العالمين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، نعود الى تعويد الاطفال على الصيام. من سن كام؟ كما ذكرنا آنفا قول النبي صلى الله عليه وسلم، علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فكما نقول يعني ترويض الولد على الصيام يكون أيضا من هذا السن، من 7 سنوات كده يبدأ كما قلت الأهل، الأم أو الأب
يروض الولد على الصيام، يعني يخليه يصوم يوم، يفطر يوم، يصوم مثلا الحد يوم تاني او يومين. بيتساوى يوم. الاطفال جميعا في القدره الجسديه، يعني مثلا طفل عنده 5 سنوات ما شاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوه الا بالله، واخر عنده 7 سنوات بس ضعفان وهزلان وزي ما يقول الاطباء عنده انيميا. هل يستوي يعني الذي عمره 5 سنوات وما شاء الله و7 سنوات وهو ضعيف؟ لا، هو القصد في مساله السبع هذا هي الادراك، ان الولد يكون يعني فاهم يعني ايه صيام، فاهم يعني ايه صلاه. ليس المعني السن، انما المعني قوه ادراك هذا الولد على هذه الشعيره التي سيقوم بها. واضح؟ يعني بلغت. نعم. في حاجه حصلت، اني طفل صغير وعطشان جدا وهو غير مكلف وخلاص، يعني في وسط النهار على العصريه كده وقت العصر، يقول لأمه أريد أن أشرب، هي تمنعه بشدة عن الشرب وهو يحتاج إلى الماء وهو سنه صغير وتنهره حتى يكمل يومه. فهل أصابت الأم؟ لا، ليس طبعا، لم تصب في هذا الفعل، إن هذا الولد كما نقول ليس بمكلف، فكيف هي ترغمه على شيء الله الشارع الحكيم لم يلزمه هذا الولد ولم يلزم أهله بهذا الأمر. فأنا أرى أن هذه الأم قد يعني بالغت في هذا الأمر مبالغة شديدة. التحبيب يكون شيء، والذي فعلته هذا شيء آخر، أنها نهرته ورفضت رفضا تاما على إتمام على فطره أو على شربه للماء. كون أنا أرغب الولد، أستحث همته، ده شيء مطلوب. لكن كون لا، في الشرب لازم تكمل يوم، لا طبعا مش بالشكل ده، كما قلت هذا غير مكلف، وما مش متصور يعني ايه اصلا صيام، مش متصور. انت ليه بتمنعوني من الميه؟ ليه انا عايز اشرب؟ ليه تقول لي ما فيش ميه؟ ممكن يفتكر ان ده تعذيب وارد او وارد عقاب وارد. صحيح. فلا لا طبعا الامر يكون اهون من ذلك، يعني يحبب اسلوب طيب، لابد ان يحبب الطفل في هذه العباده. صحيح. نعم. امه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. من معنا؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الله ان شاء الله. اخونا عبد الله، الاستاذ عبد الله، السلام عليكم. كل سنه وحضرتك طيبين ان شاء الله. وحضرتك طيب يا استاذ عبد الله، اتفضل. ربنا يعزك. حضرتك انا بصلي دايما في جماعه الحمد لله. نعم الحمد لله. بس دايما يعني نيجي مثلا في صلاه العشاء ولا حاجه، دايما الامام على ما باجي نسجد في السجده الاخيره ما بنلحقش نقول تسبيحتين ثلاثه، فهل انا لما هو يقوم عشان يقول التحيات واسيبه يقوم واسجد انا اطول في السجده ادعي او الكلام ده، هل كده انا خالفت الامام؟ حاضر. والسؤال الثاني حضرتك، في التشهد اللي هو الوسطاني او التشهد الاخير بتاع الصلاه، رفع الايد، هل الهز دايما يعني في ناس ساعات يعني زي ما بيقولوا كده بالبلد بيركب؟ قصدك تقصد الاصبع؟ الاصبع. نعم. بيهزه بطريقه غريبه قوي، تحريك الاصبع. حاضر. التحريك، هل ايوه زي ما حضرتك بتعمل كده. هل احركه بسرعه قوي كده ولا هزه بسيطه ولا طيب. يبقى طبعا واقف ولا حاضر. جزاكم الله كل خير وكل صحه حضرتك طيب. واياك يا اخي كريم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاخت امه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، تفضلي. اهلا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله في نعم والله، تفضلي. لو سمحت والله كنت عايز اسال سؤال بالنسبه للزكاه. دلوقتي في تاجر هو مدين عنده كتب كتير وعنده بضاعة في المخزن، بس البضاعة مش مكفية الدين اللي عليه، فازاي يحسب زكاة ماله ولا هيعمل ايه؟ انا مش عارفة يعني هو عنده شيكات وعليه ديون والبضاعة اللي عنده في المخزن مش مكفية تسد الديون اللي عليه، فهل ده عليه زكاة؟ تحسب له زكاة؟ طيب حاضر، واضح الكلام يا امه الله، فهم لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الأخت أم نور سألت في بداية الحلقة لو فيه هناك ماء عليه قرآن يعني تبقى، كيفية التخلص من هذا الماء شيخنا الكريم؟ طبعا لا يتخلص من هذا الماء في الحمام، لا ده لا يجوز، لأن هذا ماء عليه قرآن كلام الله عز وجل. تمام. فهي تتخلص من هذا الماء بأن تسقيه مثلا، تحطه في مكان على جنب، أو أن هي تسقي به شجرة، او لكن هي لا ترميه في مكان ممتهن، يعني ما ينفعش ترميه في طريق الناس، في القمامه او في طريق الناس او في الحمام او في شيء ممتهن عامه، اي شيء ممتهن لا هذا لا يجوز، ترميه في مكان محترم، محترم يعني مكان كويس. تمام. ايوه نعم. طبعا مساله المحترم دي شرعيه، كلمه شرعيه يعني. لا باس به. طب الماء قرئ عليه القران. تمام.
هل هناك هدي أو من السنة أن يرش في المنزل هذا الماء؟ وكيفية هذا الرش شيخنا الكريم؟ لا، هو طبعا لم يرد بهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا بأن يرش في أركان، لكن هذا كلام مأثور عن السلف، تمام، بأن يرش هذا المال في أركان البيت، تمام، الماء في أركان البيت، ولها كذلك أن ترش هذا الماء على الجدران على الحيطان، يعني لهذا أيضا جائز، تمام. فلكن كما قلت لم يعلم بهذا عن النبي، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. لكنه أمر مباح ولا طبعاً. ولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، الامتناع عنه أفضل وأولى. لا، ليس بهذا الشكل، إنما كما نقول هذا أمر مجرب، ولا سيما أنه لم يخالط شيء من البدع أو المحدثات أو أشياء فيه مخالفة. لأن طبعا في بعض الدجالين مثلا اللي هو جاء مديهم مية مثلا، مية دي عليها قراءة مثلا بالسرياني، قراءة مع حاجات طلاسم، ده حجاب ده، مثل هذا لا يجوز الإنسان يستعمله. لكن إن كان ماء وهذا الماء مقروء عليه قرآن، بس قرآن فقط، مثل هذا يجوز العمل به. نعم، وزيت الجنة شيخنا الكريم، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل نقطة التلفزيون من فضلك. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله في نعم والله، تفضلي. أهلا مرحبا. أنا عندي سؤال. نعم. تفضلي يا أختنا، الله يرضى عنك. أيوة يا شيخ، هاتي السؤال. أنا عندي سؤال. أنا عندي معايا ذهب، حاجة وطي التلفزيون، الله يرضى عنك ويحفظك. طيب، عاود الاتصال ووطي التلفزيون. أم أحمد، الأستاذ أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أستاذ أحمد، تفضل. أهلا بيك، أهلا بيك. بقول لحضرتك السؤال الأول، بالنسبة للكلام مع غير المسلم، يعني أو لو مثلا زميلي، يعني أنت بتتكلم معاه، لو بتهنيه، لو مش غير التهنئة في الأعياد يعني. أيوة نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أستاذ أحمد، طيب من معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا حاجة، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أعرف، بس أنا عندي ذهب، فعايز أعرف معاد الزكاة بتاعه هيكون يعني بشرط الأيام دي ولا الأيام اللي يعني في أي يوم من أيام السنة؟ حضرتك مش عارفة يعني مش محددة معاد موعد للحول؟ يعني انا عايزة اعرف يعني اخرج الزكاة بتاعته امتى، وهل يجوز عليه الزكاة؟ هو ذهب يعني مش بلبسه، بس هو مركون يعني، بس هو في منه للزينة وفي منه مش بلبس، يعني في بلبس. بلغ النصاب يا امة الله، يعني تجاوز 85 جراما من الذهب؟ لا مش 85. طيب. لا ما بلغش 85. لا بيبلغ النصاب. برضو عايزة اعرف هل يجوز عليه زكاة؟ طيب. سؤال تاني معلش، الزكاة يعني المفروض لكل فرد كام زكاة، وتطلع على هيئة ايه؟ على هيئة فلوس ولا على هيئة اكل ولا يعني؟ حضرتك انت السؤال الاولاني كان زكاة الذهب اللي هو المال، والسؤال الثاني عن زكاة الفطر، مش كده؟ حاضر. نعم، زكاة الفطر. معلش السؤال تاني. حاضر. الكم؟ طب تمام، حاضر. وعلى من؟ السؤال الثالث. السؤال الثالث، كان عندي ابني صغير مش قادر اعوده على ان هو يحفظ يروح الكتاب، عنده 4 سنين، فانا يعني ختمه القران ومعايا السند بتاع حفظ، ولكن هو مش قادر يستوعب ان انا اللي احفظه، فانا مش عارفه اتعامل معاه ازاي. يعني وديته كتاب كان بيعيط وكده، وكل ما اوديه مكان يقولوا لا ان هو مش بيرضى ويرجعوا لي تاني، وانا مش قادر احفظه في البيت، فمش عارفه اتعامل معاه ازاي، وهل عليا يعني ذنب كده وانا مقصره في حقه ولا ايه؟ فامان الله، ربنا يبارك فيه. السلام عليكم يا امة الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضلي. ممكن اسال سؤالين لو سمحت؟ ايوه نعم. بنتي عندها حساسيه في الانف، شفاء يعني الله عافاها، تعمل البخاخه بس هي ما تقدرش تتنفس من غيرها، هل لازم تستعملها ولا استنى بالليل بالعافيه يعني، ولا تعمل ايه؟ دي بخاخه انف. حاضر. السؤال الثاني معلش، اتفضلي. انا حماتي ظلمتني كتير، فانا مخصص لي اسبوع ان انا اخدمها فيه، بس انا بخدمها غصب عني،
فبقول لجوزي انا ما بحبش اخدمها، فبيقول لي يعني ليه لا ما تستنظرش الاجر. انا بقول له انا عايز الاجر من الناس ولا من الله، ده سوء ادب مني انا ان انا بغلط في الناس. لا عايزه منها اجر، لا عايزه منها اجر ولا من الله. مش عايزه اعمل حاجه يعني، مش عايزه منك يعني. انت حاسه وانت بتقولي الجمله دي انت مستريحه يا امه الله؟ لا والله، بس غصب عني انا ما بحبش اعمل حاجه غصب عني، فانا ما بحبش اعمل حاجه، انا كده يعتبر منافسه حتى ان انا لو. طب شيخنا هيجيبك، حاضر، فامن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الله يعزك ويحفظك ويمتعك بالصحه والعافيه، امين يا رب العالمين. زوجي يصلي بنا في المنزل، ام نور مع يعني بناتهم، وهل هذا اجر جماعه شيخنا كريم؟ تعد صلاه جماعه؟ والله الاصل في الصلاه ان تكون في المسجد كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام، قال صلاه الرجل في المسجد تعدل على صلاته في بيته ب 27 درجه، وفي حديث عبد الله بن عمر ب 25 درجه. فالاصل ان الانسان يصلي في المسجد الجامع، لكن ان اضطر اضطرارا مثلا يصلي مره مرتين مثلا باهله في البيت، فلا شك ان شاء الله اسال الله عز وجل ان يكتب له اجر الجماعه ان شاء الله. نعم، جزاك الله خير شيخنا الكريم. نعم، شيخ الحبيب ومشاهدينا الكرام، معنا فاصل وسنعود اليكم بعد قليل باذن الله، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ومعكم فضيلة الشيخ محمد مصطفى. أهلا ومرحبا شيخ الكريم مجددا. نعم، أمة الله كانت سألت قبل الفاصل، وبعض الاتصالات أتتنا قبل الفاصل شيخنا الكريم. أخي توفيت زوجته وفي ولد، ويبدو أن الولد مع أمها، والأخ ينفق على ابنه المؤخر، هل يدخل في الميراث؟ هل هو لابنها أم للابن وللزوج ولبقية الورثة شيخنا الكريم إن كان هناك ورثة؟ نعم، نعم، لا شك أن المؤخر يدخل في الميراث، المؤخر يدخل تحت التركة، فيقسم هذا المؤخر بقسمة الله عز وجل. نعم، نعم. جزاك الله خير. وهو سؤال جيد، يعني موضوع المؤخر ده ربما ينسى أنه دين في رقبة الزوج. صحيح، يعني خلاص طالما الزوجة لم تطلق فهو يظن أنه في حالة الطلاق فقط. لا طبعا، لا نعم. في حالة الطلاق حتى عند طبعا أثناء الزواج المفروض أن الرجل يعطي زوجته المؤخر، ده حقها. نعم، ده حق الاستمتاع بها، تمام. وإن ماتت المرأة قبل الرجل فهذا المال أو هذا المؤخر يدخل تحت الميراث وتحت التركة، فينبغي على الرجل. هذا مال الزوجة، ماله، أمانة عنده. صحيح. نعم، زوج أختي، مسألة القرض شيخنا الكريم باختصار شديد عشان وقت البرنامج، لو اقترض 100 جنيه وردها كاملة قبل الموعد ليس عليه غرامة، سدد نصفها ثم تبقى النصف الآخر وقعت عليه غرامة التأخير، فحكم هذه المعاملة هل يدخل فيها الربا؟ والله أخشى من ذلك، يعني أنا أرى أن فيها شيء من الربا. ينبغي الإنسان يعني إيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يبتعد عن هذه المعاملة إلا إن اضطر اضطرارا ثم يوفي بهذا المال أو يرجع هذا المال قبل بلوغ المدة، يعني ما يخليش يجي مثلا بعدها عشان يدفع الغرامة أو التأخير أو اللي هو هيدي بقى المشكلة. لكن هو لو خد وتعامل قبل إن المدة تيجي عليه خلاص بهذا الشكل ما فيش مشكله، تمام، يبقى واثق انه لن يقع عليه هذه الغرامه بالفعل كده. نعم، وزيت الجنه شيخنا الكريم، هل تدخل الذمه الماليه للزوجه زكاه الزوجه زكاه ذهبها او مالها مع الذمه الماليه لزكاه مال الزوج؟ يعني ضم مال الرجل مع مال الزوجه في زكاه واحده، ام لكل واحد منهما ذمة مالية مستقلة شيخنا الكريم؟ لا شك طبعا أن لكل منهما ذمة مالية قائمة بذاتها. نعم، كل واحد، أنا الراجل دي فلوس مثلا خاصة به هو، خلاص يخرج عليها الزكاة. المرأة لها مثلا زكاة، لها مثلا مبلغ معين أو فلوس معينة بتاعتها هي خاصة بها هي، تخرج هي عليها الزكاة. نعم، الذهب المذكور لو من مال الزوج، نعم، وهو يعني اشتراه هدية لزوجته، هل يعد في ذمتها المالية أم في ذمته المالية؟ لا خلاص، هو طالما أنه وهبها هذا الذهب خلاص. نعم، أصبح هذا الذهب ملك للمرأة، لا دخل للرجل فيه إطلاقا. الرجل حتى ما يخرجش عليه الزكاة، هو هي تخرج عليه يعني الزكاة تلزمها هي ولا تلزمها هي في هذا الذهب؟ أي نعم، نعم شيخنا الكريم.
مريم ربنا يحفظها 4 سنوات او لا عندها عامان، لا ده 4 سنوات طفلة اخرى. كان السائلة الاولى الذهب هذه بتقول ان هي عندها الذهب ولكن لم يبلغ النصاب تقريبا. لا ده سائلة اخرى لان المبلغ هنا بلغ النصاب. نعم ما شاء الله. مريم تحفى قبل النوم ما شاء الله، عندها 2 سنين وحافظة دعاء النوم لكنها ترى احيانا احلاما مزعجة، وما كيف تتصرف امها معها شيخنا؟ والله انا انصحها اولا بان ترقيها، ارقيها كويس جدا، اقرا عليها كذلك ما هي مقروءه وحميها يعني بما هي مقروءه كذلك. ونصيحه ان هي حضرتك تخليها تنام وهي على وضوء وهي متوضيه، وحضرتك تقول لها اذكار النوم، وحضرتك تخليها تقرا ايه الكرسي واخر ايتين من سوره البقره، وتقرا سوره الاخلاص 3 مرات. عندها 2 سنين هي أمها التي تقرأ وتقرأ المعوذتين 3 مرات ترقيها يعني ترقيها وتخليها تضجع على شقها الأيمن. نعم حفظها الله وحفظ الله أبناءنا جميعا وبنات المسلمين والمسلمات. السلام عليكم يا أستاذ عماد. أنا وتاني أهلا ومرحبا بحضرتك، تفضل. أنا وتاني يا فندم أكلم الشيخ محمد مصطفى عثمان. الشيخ معك تفضل. سمعت الشيخ أحمد دوسكي ترفع صوتي يا أستاذ عماد. حاضر سمعني أسمعك. نعم أنا زوجتي كانت بتتفرج على المسلسلات وفي رحلة ملتزمين يعني، وهي يعني ربنا سبحانه وتعالى تابع عليها يعني، وقالت إحنا مش هنشغلهم تاني وكده ومسحتهم. معايا يا فندم؟ معاك السؤال، ربنا يحفظك يا احفظها يا رب. اتفضل. ومسحت القنوات دي خالص. انا كنت عامل يعني كنت بجاهد معاها مالي فتره ان هي تمسحهم يعني، وما تتفرجش على حاجه زي كده، جاهد ان هي بتصلي ومراقبه ويعني ويعني ما بتسمعش اغاني وكلام من ده. بس يعني ايه قعدت اجاهد معاها لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني وقالت لي خلاص نمسح القنوات دي خالص. فما مسحناها وخلاص بعديها باسبوعين جت قالت لي لا انا ما اعرفش اقعد كده، لازم مش اتفرج عليهم وكده. هو معايا؟ ايوه معاك. يعني بعد ما ربنا اكرمك ومسحتم القنوات هي تشعر بالملل، انت بقى املأ الملل ده. طيب شيخنا يجيبك. حاضر. في سؤال تاني يا استاذ عماد؟ استاذ عماد. طيب شيخنا يجيبك. ابو عماد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام كاته. اتفضل يا ابو عماد. انا ابو عماد يا شيخ. ابو عماد يا استاذ احمد. ابو عماد غير عماد اللي كان معانا صح ولا هو هو؟ من الدقهليه. مرحبا باهل الدقهليه والمنصوره الطيبين، اتفضل. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا استاذ احمد وعنك رضي الله. تفضل. الله يبارك فيك يا استاذ احمد. فضيله الشيخ من يومين قال ان 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 الفرجه على التلفزيون حرام على التلفزيون عموما. طب انت بتتفرج علينا على التلفزيون اهو. يعني انا حضرتك لو هو واحد متتبع مثلا البرنامج حضرتك الفتاوى ما هو ده يا عم ابو عماد. يعني حضرتك اكيد احنا على التلفزيون دلوقتي وحضرتك بتسمعنا، فاكيد مش هيبقى على مطلق اللفظ، لكن شيخنا هيجيبك. حاضر رضي الله عنك يا ابو عماد. تمام واضح الكلام. هات سؤالك الثاني لو في يعني. طيب وفي سؤال ثاني. في سؤال ثاني يا استاذ احمد. اتفضل يا عمي. رجل توفي وهو واكل لاموال اليتامى. سلم يا رب. رجل توفي وهو واكل أموال اليتامى وأولاده يعلمون ذلك أن أباهم عليه دين لليتامى وأولاده لم يردوه المال لليتامى. ما حكم المتوفي وما حكم أولاده اللي يعلمون أن أباهم عليه دين لليتامى؟ واضح. هدانا الله وإياهم وغفر الله لكل المسلمين جميعا. حاضر في أمان الله. نعم حبيبي الشيخ الوقت دائما كالسيف. نعم زوجي. نعم انتهينا من سؤال الزكاة. مريم ربنا يحفظها، الدعاء لأبنائها ولأبنائنا شيخنا الكريم. أسأل الله عز وجل أن يصلح أولادها وأولادنا، وأسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأن ينبتهم لها نباتا حسنا وأن يقر عينها بهم وأن يجعلهم لها زخرا. وأسأل الله عز وجل أن يصلح أبناء المسلمين جميعا يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. شيخنا الحبيب أخونا عبد الله يصلي العشاء في المسجد، والحمد لله هذه نعمة من الله، أسأل الله أن يديمها عليه وعلينا. آمين يا رب العالمين. الإمام أحيانا يعني كأنه يقول أنه يسبح تسبيحة أو تسبيحتين، فلو الإمام قال الله أكبر وجلس للتشهد الأخير، هل للمأموم أن يظل ساجدا برهة يستكمل التسبيح شيخنا كريم أم يتبع إمامه؟ نعم. والله هذه المسألة فيها أمرين. أولا الأصل أن الإمام
أو الإنسان عامة إذا صلى أن يصلي صلاة مطمئنة. وأنت صاحب برنامج الإمام الذي يذاع لك في رمضان على شاشة الندى. ربنا يسلمك. تكلم يا إمام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم الإخلاص والقبول. نعم ربنا يحفظك آمين. فشيخنا الأمر ده في شقين. الشق الأول كما قلت وهو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. يبقى الإنسان المفروض يسجد حتى كل أعضاؤه تطمئن كده تمام. وده المفروض سواء مع الإمام أو مع المأموم. لكن الإمام إذا كان بهذه السرعة بيقول السائل بيقول إنه ما بيقدرش يسبح غير تسبيحة أو تسبيحتين. لا طبعا ده ما ينفعش. المفروض إن الإمام يعني يصلي كما نقول صلاة مطمئنة. هذا الإمام. جميل. المأموم عليه الاتباع. ليه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيضا إذا كبر فكبروا. فدي تعقيب مباشرة. تمام؟ يبقى المفروض الإمام يطمئن في صلاته والمأموم يتابع الإمام. يعني حتى لو أدرك تسبيحة واحدة يتابع إمامه. تجزئه. لأن ظاهرة غريبة جدا من بعض الشيخنا الكريم يظل ساجدا حتى قبيل السلام. ربما كمان الشيخ الإمام يسلم. لا طبعا هذا في مخالفة للسنة. صحيح. وكما ويخشى على قلبه كمان. طبعا صحيح. بس برضو كما نقول برضو الإمام مفروض يصلي صلاة مطمئنة. يعني ينصح الإمام يطمئن والمأموم يتبع. جزيت الجنة شيخنا الكريم. لا ندرك التسبيح وراءه. نعم انتهينا. التشهد الأصبع في التشهد. يعني كيفية التحريك. هل يكون الأصبع ثابتا هكذا شيخنا الكريم أم يتحرك وكيفية التحرك؟ والله هذه مسألة شائكة. نعم. أما أنا فلا أرى التحريك. كنت قديما أرى التحريك. كنت أحرك هكذا. نعم. ثم الآن عدت إلى الرأي بالإشارة فقط. وتبنيت لأن حديث زائدة بن قدامة هو وحده الذي تفرد بالإشارة. زائدة بن قدامة خالف كل أصحاب في الحديث منهم سفيان السفيانين ومنهم شعب ومنهم الحمدين ومنهم يعني طبعا في ناس كتيره ما تعرفش شعبتين وحمدين. لكن عديها عشان وقت البرنامج. طيب. محتاجه علم حديث. الله يحفظك. نعم تفضل. طيب. رحمهم الله جميعا. امين يا رب العالمين. فكل هؤلاء الائمه كلهم قالوا بالاشاره. تمام. جاء زائد بن قدامه خالف كل هؤلاء وقال يحركها هكذا. يعني هو خالف الاجماع. خالف الجماعه. وانا ارى ان روايته لا تصح وشاذه. تمام. هب أنه فعل هكذا المصلي أو ثبت أصبعه أو حرك أصبعه. الصلاة صحيحة أم غير صحيحة في الحالتين؟ لا صحيحة. صحيح. بس إحنا بنتكلم بنقول إيه؟ وفقه الخلاف أو الاختلاف. لا فقه الخلاف مش مشكلة. لا. لكن إحنا بنقول إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. عليه الصلاة والسلام. فأنت ترى بعدم أنا أرى جزيت الجنة. بل إشارة. جزيت الجنة شيخنا الكريم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. أمة الله تاجر عليه دين وعنده بضاعة في المخازن أو في المخزن. والبضاعة لا تكفي سداد الدين. هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. فهو مديون. نعم غارم. أو غارم. أم أحمد أمة الله عندي ذهب الزكاة متى أخرج الزكاة؟ والذهب مركون ولم يبلغ النصاب شيخنا الكريم. يعني لا. هو لا يلبس وبلغ النصاب. لا طالما لم يبلغ النصاب ولا يلبس مركون. طالما أنه للزينة أو للاستعمال الشخصي حتى لو كانت هي بتلبسه على فترات يعني ليس فيه شيء. معلوش الزكاة. ثم انه لم يبلغ النصاب. النصاب اللي هو 85 جرام ذهب عيار 21. لو الوحده المراه عندها 85 جرام ذهب عيار 21 وحتى لو كان اكتر من كده بس هي بتستعمله اللي هي استعمال شخصي هي مش بتبيع فيه ولا بتشتري ولا هي. لا ده دي قضيه خلافيه كمان. من ناحيه الفقهيه. انا ارى ان ما فيهاش ليس هي زكاه. تمام. فمثل هذه لا تخرج عليه زكاه. جزيت الجنه. زكاه. نعم. الفطر المقدار كم مقدارها وعلى من؟ يعني مقدار من حوالي 20 ل 25 على من؟ ما يساوي 3 كيلو أرز أو 3 كيلو لربع أرز بالفعل كده. تمام. أما على من فقد ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنه أو حديث أنس قال فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل ذكر وأنثى حر وعبد صغير أو كبير. نعم. طب شيخنا عشان احنا قلنا الصاع أو الكيلوهات وقلنا المقدار الأولى أن تخرج مالا هذه الزكاة أو هذه الصدقة أم طعمة؟
طعاما. نعم. لا، الجمهور على أنها تخرج طعاما من قوت البلد. لكن طبعا أبو حنيفة رحمة الله عليه هو الذي خالف إجماع الأمة رحمه الله رحمة الله عليه، وقال تخرج بالقيمة، جوز القيمة، جوز القيمة. لكن كما قلت هذا خلاف السنة وخلاف الأولى، وهو خلاف الإجماع، إجماع المسلمين عامة. تمام. ابني 4 سنوات، لما بيروح الكتاب يبدو أنه يعني مش بيحفظ، أو هم مش عارفين يتعاملوا معاه في الكتاب، فبيمنعوا أو بيرفضوه. نعم. وهي ما شاء الله تحفظ القرآن الكريم، ربنا يحفظها، لكنها لا تعرف كيف تتعامل مع هذا الصبي. فهل تأثم لأنها يعني ما جعلتهوش يذهب إلى الكتاب شيخنا الكريم؟ لا تأثم طبعا، لكن أنا أنصح حضرتك برضو حيك يعني كوني رفيقة. 4 سنوات صغير. كوني رفيقة به، وحاولك حاولي تحببيه وترغبيه في القرآن وحفظ القرآن، وشيئا فشيئا إن شاء الله يحفظ القرآن. لأن الأمر كما قال الزهري، قال من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما العلم يطلب شيئا فشيئا. حضرتك تبدأي معاه واحدة واحدة كده بالراحة، وحيك ترغبيه في الكتاب وترغبيه في القرآن، وحيك تهديه برضو، تهدئي من روعه إن الكتاب ده كويس وحاجة كويسة جدا، وابني عشان تحفظ القرآن وعشان ربنا يكرمك وربنا يحبك وإن شاء الله تدخل الجنة. ابتدي بترغيب وتقول له كلام طيب كده، إن شاء الله يستجيب له. يا رب يا رب احفظ أبنائنا جميعا، يا رب الله يعلهم من أهل القرآن وعاملين به. يا رب آمين يا رب العالمين. أمة الله ابنتي عندها حساسية، شفاها الله وعفاها وجميع مرضانا جميعا. البخاخة أو بخاخة الأنف شيخنا كريم أثناء الصيام حكمها إيه؟ جائزة ولا تفطر. جائزة ولا تفطر، جزاك الله خيرا. وكذلك برضو قطرة العين أظنها لا تفطر. العين أو الأنف أو الأنف إن لم الأنف تصل إلى الجوف، الأنف البخاخة، لكن القطرة الواحد يبحذر فيها. طبعا جزاك الله خير. حماتي ظلمتني كثيرا، هدانا الله وإياها، وهي بتروح لها غصب. فزوجها بيقول لها عشان الأجر من الله، قالت له أنا لا عايز أجر منك ولا منها، ولا يعني لا عايز أجر لا منها، وقالت الأخرى ولا من الله، هي تقولها وقلبها غير مطمئن. فما حكم هذه الكلمة شيخنا الكريم؟ والله هذه الكلمة ملء الفم، فأنا أنصح السائلة الكريمة بأن تتوب إلى الله عز وجل. فالله عز وجل من الذي يستطيع أن يستغني عن الله أو عن الأجر والمثوبة من الله؟ فهذه الكلمة لو أن السائلة اعتقدت هذا اعتقاد هذه الكلمة، طبعا مسألة تبقى كبيرة جدا جدا جدا. لكن أنا أحسب أنها لا تعرف يعني خطورة هذه الكلمة، وأنا أنصحها بأن تتوب إلى الله عز وجل ولا تقول مثل هذا الكلام. وهي عليها أن تطيع زوجها حتى لو في هذه الطاعة خلاف لهواها. هي مثلا مش حابة أن هي تروح عند حماتها، لا يا ست روحي إرضاء للزوج عشان الزوج ده يرضى عنك، لأن طاعة الله في طاعة هذا الزوج. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. لا سيما وأن الرجل لم يأمرك بشيء فيه معصية أو أمر فيه فوق طاقتك، تمام؟ بالعكس ده بيقول لك تعالي عند أمي أو نعزم أمي أو تخدمي أمي، بتعملها معاملة سيئة شيخنا الكريم، مفيش مشكلة والله. برضه الأم تنصح، أنا هذه كابنتها لا شك في ذلك، يعني مش جارية. طبعا ملك يمين يعني طبعا. لكن أنا برضه أقول لو هي يعني ترفقت بحماتها وكلمتها برضه بأسلوب لين، أسلوب رفيق، أسلوب في يعني معاملة حسنة، إن شاء الله هي برضه تذعن لها، تمام؟ ستستجيب لها. لكن أهم حاجة الرفق في المعاملة من الطرفين. من الطرفين، نعم. وزيت الجنة، الله يحفظك. وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع عن شيء إلا شانة. ربنا يحفظك شيخ الكريم، الله يحفظك، ربنا يرضى عنك. لو معانا اتصالات يا شباب. الأخ عماد، زوجتي كانت تشاهد المسلسلات وربنا أكرمه وواسعه هذه القنوات من على الريسيفر، نعم. وبعد أسبوعين يبدو أنها شعرت بالملل، نعم، هي بشر، فتريد هذه القنوات لملء هذا الفراغ، نعم. فكيف يتعامل مع زوجها؟ والله يعني زوجها طبعا، أنا نصيحتي لزوجها أنك ما ترجعش القنوات تاني، دي أول حاجة. تاني حاجة أن أختنا الكريمة لو أنها يعني استشعرت لذة المناجاة لله عز وجل، والله ما هتلاقي وقت أصلا فاضي لها إطلاقا، مش هتلاقي وقت خالص. الإنسان سبحان الله أحيانا الإنسان يعني مثلا ما مر على الناس اللي هم قاعدين على القهاوي وكده، ما هو يملا فراغها يا شيخنا، ما هو يملا فراغها طبعا، مفيش مشكله. كل على المستوى، كل المستويات يملا فراغها. انا قصدي برضه هي برضه هو يجيب لها القنوات الدينيه برضه هتستفيد بدينها، هو يملا برضه حياتها
بالمعامله الحسنه، الكلمه الطيبه، انت اي ولا اي كلام يعني. انت حياتك كلها لا اعرفش اعيش من غيرك، اي كلام كده يعني. والمراه من طبيعتها انها بتحب الكلام الطيب، الكلام الحسن، الكلام الحلو يعني. يعني يكون كلامه معسولا، تمام؟ مع زوجتي. مع زوجتي طبعا. نعم. وزيت الفن. الله يحفظك. طيب، فزي ما قلت، لكن الفرجه على المسلسلات دي حاجه مشينه ولا تليق بامرأة فاضلة، إنسانة كويسة يعني، تحب الله وتحب دين الله وتحب رسول الله، إذا تفرج على هذه الخلاعة يعني، دي كلها يعني. نسأل الله عز وجل أن يتوب عن المسلمين عم أجمعين. آمين يا رب العالمين. فتبتعد عن هذه المسلسلات، وزوجها كما نقول يملأ حياتها بالدفء، بالحنان، بالعطف. طبعاً. نعم، بالحب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعاً. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ الحمد لله في نعم. كل عام وحضراتكم بخير. وحضرتك طيبة يا أم أحمد، فضل. عندي سؤال معلش. وحضرتك الزواج نصيب أم اختيار؟ الزواج؟ نصيب أم اختيار؟ نصيب. حاضر. وجزاكم الله خير. أم اختيار وإياك. أم مريم، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم مريم، اتفضلي. أنا عليكم حضرتك، وجدت سؤال قلتها لي إن المؤخر من ضمن اللي هو يعتبر ميراث. هو دايم. أنا عايز أعرف دلوقتي الميراث يتقسم إزاي يعني، مثلا هما مين أو مين اللي موجود من من الورثة؟ هو الأب وعنده ابنه اللي هو الزوج، الزوج والابن ورثة الأخت المتوفاة. الزوج موجودة، والد وامها عندها اخواتها سواء صبيان او بنات كلهم موجودين يعني. لا لا، قولي لي قولي لي، عشان امها ابوها موجود. لا لا لا، والدها متوفي. تمام. هي عندها زوج او وابن وام واخوه. واخوات. حاضر، شكرا. معلش لو سمحت. اي بالنسبه لسؤال الذهب، انا بقول لحضرتك انا معايا، انا عرفت ان زوجي طلع زكاه المال لوحده. انا عايز اعرف بس، انا معايا فلوس خاصه بيا، والذهب انا ما اعرفش جراماته كام، بس انا اعرف ان هو لو اتباع هيتباع اكتر من 50. بس انا جايبه المفترض هو للزينه، بس انا من النوع اللي ما بيحبش البس الذهب، فالذهب متساب. مجهول. هل يجوز عليه زكاه مال؟ طيب. ولا ان هو طالما انا جايباه للزينه وما وصلش للجرامات ذات نفسها؟ هو شيخ اجابك. حاضر، هيوضح اكتر. حاضر، في امان الله يا ام مريم. وعليكم السلام. مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدة المسلسلات، أبو عماد، سبحان الله، هو عماد، وكان السؤال كان عن المسلسلات وأبو عماد، وبيتكلم برضه عن المسلسلات، بس هو بيقول حضرتك إن مشاهدة، أنت قلت فعلا إن التلفزيون كله حرام. ده غريب. ده هو السائل يومئذ لما سأل بيتكلم عن المسلسلات والفرجة والتمثيل والأفلام، نفس سؤال عماد. أنا قلت أن هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان يتفرج على المسلسلات أو على الأفلام أو على المسرحيات، لأن فيها خلاعة ولا تعلم إلا الدناءة وتعلم الجرأة على الله وعلى رسوله. مش مطلق التلفزيون أو التلفاز لا يعني. إطلاقا. طب هو القنوات الدينية يعني، إحنا ننصح المسلمين وننصح الأمة أن يعني يشوفوا هذه القنوات. احرص على ما ينفعك. طبعا. نعم. يعني لكن أنا ما قلتش إن التلفزيون حرام. صحيح. طبعا إطلاقا. هو كالسكين. طبعا. فيها المفيد وفيها كده. فأنا حاجة أبو عماد، أنا لم أقل إن التلفزيون حرام، بل أنا قلت إن التمثيل حرام والمسلسلات والأفلام والمسرحيات، كل هذه لأنها تعلم الخلاعة. وذكرت طبعا ده مبحث طويل جدا ومحتاج كلام كثير، ولكن هو إحنا رفعنا اللبس عن عماد إني الشيخ لم يقل هذا على إطلاقه. رجل توفي، نسأل الله العفو والعافية، هو آكل لمال اليتامى، وأبناؤه من بعده يعلمون هذا، ويبدو أنهم سكتوا عن هذا الأمر وأخذوا الميراث، فحكم هذا المتوفى وحكم هؤلاء الأبناء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب. آمين يا رب. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ده في الدنيا، في الآخرة وسيصلون سعيرا. فطبعا هذا جرم عظيم، الإنسان يأكل أموال اليتامى، هذا بالباطل والظلم، إن هذا الولد ضعيف مسكين لا حيلة له. أنت أو هذا الرجل كان أمينا على أموال هؤلاء اليتامى، ثم أكلها ظلما وبغيا وجورا ويعني افتراء، فهذا مال حرام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. سبحان الله، كان جزاء وفاقا إن أولاده
مش عايزين يرد المال ده علشان هذا الوالد يعذب في قبري. سلم يا رب. أم الله جل السلامة والعافية. سلم يا رب. تمام؟ فهذا الوالد طبعا خلاص أكل أموال اليتامى ظلما وبغيا وجورا، وأولاده بيتنعموا بالمال ده ومش عايزين حتى يعتقوا أبوهم وهو في القبر، مش عايزين يرحموه في القبر. تمام؟ لأن هذا هؤلاء الأولاد كما قلت لم يربوا تربية على دين الله، وربوا بأموال حرام، فكان جزاء وفاقا أنهم في الدنيا كذلك لن ينعموا، لأنهم يعلمون أن هذا المال مال حرام، ويعلمون أن أباهم أكل أموال اليتامى فهو يعذب في القبر، وهم يتنعمون بالمال ولن يتنعموا به. سلم يا رب. نعم. سلم يا رب، ربنا يتوب علينا وعليهم. أمين يا رب العالمين. وبعدين ما كلنا هنموت، بعد ما أكل المال حصل إيه؟ مات. نعم شيخنا الكريم، مسألة التشهد في الأذان، هل نبدأ الصيام والإفطار مع التكبير عندما يقول مؤذن الله أكبر، أم مع التشهد أشهد أن لا إله إلا الله؟ نعم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا زالت أمتي بخير ما عجلوا الفطر. الإنسان بمجرد أن يسمع الله أكبر خلاص يفطر، لكن مسألة التشهد ده كلام ملوش أي أصل. الإنسان يبكر بالإفطار، لكن في السحور يؤخر. السحور يؤخر. يؤخر؟ يؤخر. حد التشهد؟ لا حتى مفيش مشكلة بعد التشهد حتى. يعني مش فاهم، يعني أذان بيأذن؟ يؤذن خلاص، يمسك أيضا. يمسك وإن عشان كان فيها رأي يعني، لكن إيه، خلينا في الرأي، خلينا في الأحوط. خلينا في الأحوط. خلاص بمجرد أمر الأذان ده أمر يعني مش محسوم. طيب. فخلينا في الأحوط. ما فيش مشكلة، يبقى خلينا في دي، لكن وإن كان كما قلت في رأي آخر يعني مسألة الخيط والحاجات دي يعني حتى بعد أذان، لكن خلينا في الرأي الأول إن هو طالما أنه سمع الأذان، أذان الفجر. أصل مين هيميز الخيط؟ يعني أولا نحن في المسألة الفلكية ما عندناش علم ودراية، فاحنا ماشيين مع الأذان والمباني والأنوار والإضاءات والمصابيح الكهربائية بتخلي الدنيا مش واضحة، عشان نطلع نميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود عايزين نبقى في صحراء. لا ما هو هيئة المساحة طبعا لهم علاقة بالمسألة. إذن احنا وراهم مع الأذان. طيب أصل هيئة المساحة أثبتت أن حتى المسألة دي، مسألة الأذان وكده، فيها خلاف شوية. نعم انا فاهم الخلاف. انا اقصد انا دلوقتي كمتلقي او كصائم. لا خليه في الاحوط، طالما عايز يخليه في الاحوط خلاص خليه في الاحوط، الافضل اساس عباده. فخلينا في الاحوط اللي هو مع الاذان، اول ما يسمع الله اكبر يمسك، يمتنع. فكما اقول في الافطار يعجل بالفطر، في الامساك عند الفجر كذلك يعجل بالامساك. وزيت الجنه شيخنا الكريم. الزواج نصيب، احنا معنا يعني كم دقيقة كده إن شاء الله يعني والوقت انتهى. الزواج نصيب أم اختيار؟ لا هو الإنسان يسعى في نصيبه، بمعنى أنا مثلا جاءني مثلا أنا رايح أخطب واحدة، رايح أشوف واحدة مثلا والله أعجبتني مثلا، خلاص أنا بسعى، لكن الله عز وجل لعله يقدر لي الخير، أن هذه المرة لا مش هي الخير لي. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام سنى للإنسان أن يصلي صلاة الاستخارة. يا رب أنا معرفش، أنت أعلم يا رب بهذا مني، فإن كان رب هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجلي فيسره لي ويسر لي. ليه؟ أنا يا رب جاهل، معرفش الخير فيه. نعم. أنت يا رب أعلم بهذا مني، فاختر لي يا رب الخير حيث كان. فمسألة الزواج هذه كما نقول وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. جزيت الجنة شيخنا الكريم. المؤخر دين، والأخت قالت إن هو توفيت الزوجة والزوج موجود وفي ابن وفي أم لهذه الزوجة المتوفاة وفي إخوة لها وأخوات. نعم. الميراث لمن؟ أو المؤخر ده يوزع على من؟ يوزع على الورثة الموجودين. من هم؟ اللي هو الأب، الزوج طبعا، الزوج والولد والأم لكن بالأنصبة المعلومة. لكن الأولاد لا. تمام. بنات الزوجة هيبقى عشان في فرع وارث في ولد هياخد كام؟ التلت. لا انا مسألة الموريث. طيب خلاص، يبقى التقسيمة دي يبقى على لكن هي التقسيمة على الموجود. وزيت الجنة شيخنا الكريم. نعم. الذهب هي معها مال خاص بها. نعم. معها مال خاص بها ومعها ذهب ما تعرفش هو كام بالجرامات، لكن تعرف لو اتباع هيجيب حوالي ما شاء الله 50,000 جنيه. هل تخرج الزكاة يعني تضم مالها الخاص بها على الذهب المركون اللي ما بتلبسوش
وتخرج الزكاة ماذا تفعل؟ لا لا تخرج عليه زكاة طالما أنه الاستعمال الشخصي كما نقول. نعم. الذهب ده الاستعمال الشخصي ثم إنه لم يبلغ النصاب فليس فيه زكاة. ليس فيه زكاة. نعم. هو الزوجة هياخذ الربع والابن والأم هتاخذ السدس والباقي هيكون للولد. والله تعالى أعلم. ربنا يحفظك شيخ. الوريث لا أعلم. جزاك الله خير. يا مولانا كلنا هذا الرجل ربنا يعلمنا جميعا. نعم جزيت الجنة شيخنا الكريم وأسأل الله عز وجل أن يمتعك بالصحة والعافية وأن يبارك في عمرك. والله إني أشهد الله على أني أحبك. الله أشهد الله بذلك شيخ. ربنا يرضى عنك ويحفظك ويبارك في لنا فيك نعم الشباب. صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياك من أهل العلم وأن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. الليلة 19 مقبلون عليها ورمضان أوشك أن يودعنا ولكن الأيام والليالي القادمة هي ليالي الخير فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يلتمسوها ويتحرونها في الليالي الوترية وفي الليالي العشر الأواخر من رمضان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل ومن استطاع أن يعتكف فليفعل في بيت من بيوت الله عز وجل. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعه الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا